في الحقيقة يمكن كل متابع لحركة النقل والمواصلات عموما في مصر دلوقتي هيلاقي ان بقى في حاجة من او حالة من حالات السلاسة والسهولة في التنقل من وإلى أي مكان، لأن من أهم الحاجات اللي عملت فرق كبير جدا في حياة الناس وحياة المصريين في الكام سنة اللي فاتت هي مشروعات الطرق. واعتقد ان المشروع القومي للطرق قدر ان هو يثبت كفاءته ويقدر ان هو يحل ازمه كبيره جدا في التكدسات المروريه في القاهره، ومش بس القاهره، لا احنا هنتكلم على كل المحافظات، لان اصبحت في طرق حقيقيه موجوده، طرق موجوده على اعلى المواصفات كمان العالميه اللي بتربط ما بين المحافظات والمدن بعضها البعض، وكمان في محاور وطرق رئيسية، يعني الناس اللي بتسافر مثلا من محافظات الدلتا زي الشرقية والغربية والدقهلية والمنوفية والأليوبية، ولازم أقول المنوفية عشان أنا من المنوفية، يعني يقدروا اللي هم يوصلوا للقاهرة في وقت قصير جدا، عكس ما كان بيحصل في الماضي تحديدا أو من كام سنة فاتوا، لكن بنتكلم في 9 سنين قدر القطاع ده تحديدا اللي هو يثبت ان هو يعني على كفاءة عالية جدا، وقدر يقلل من المعاناة اللي كان بيعانيها الأهالي والمصريين في الساعات اللي كانت بتهدر في الطريق. افتكر يا منى اللي انا من 5 أو 6 سنين كان عندي فرصة عمل كانت حلوة جدا ومناسبة جدا، خلاص كانت في التجمع وانا من سكان 6 اكتوبر، يعني بنتكلم في القاهرة وجيزة، يعني الاثنين يعتبروا قاهرة كبرى. تخيلي اللي انا والله بعد قلت لهم هاجي اجرب، ما عنديش مشكلة طبعا وانا موافق بالعرض. رحت قعدت 4 أو 5 أيام وقلت لهم انا اسف جدا اعذروني. ليه؟ كانت المسافة اللي بقطعها من التجمع، كنت بخلص شغل الساعة 5 اوصل بيتنا 9 مساء، علشان بس طب. الدائري والتكدس المروري اللي كان بيحصل على الدائري في الجزئية تحديدا اللي هي موجودة من عند طريق الأوتوستراد لحد البحر الأعظم. كان بيحصل ساعات مهدرة، قلت لهم يا جماعة أنا السي في بتاعي بعد 3 سنين هيبقى دائري، فأنا رافض تماما. النهاردة أنا بتنقل أو بنتقل من أكتوبر للتجمع في مسافة لا تتخطى النص ساعة أو 38 دقيقة بالظبط. حقيقي أنت عندك شبكة مواصلات كبيرة، الدائري الأوسطي كمان الجديد فرق جدا مع تحديث اللي حصل في الدائري صحيح. القديم فعلا بقى الربط ما بين ال 6 أكتوبر والتجمع بقى مختلف. احنا مش بنتكلم بجد على المستوى الصغير جدا، احنا شفنا فترة طويلة جدا الأهالي كان عندهم معاناة كبيرة جدا اللي بيسافروا من القاهرة للمحافظات بالذات في الأيام الأعياد، ولما يستخدموا طريق مصر اسكندرية الزراعي كان بيلاقي الطريق مقفول تماما، نقول مثلا من أول أليوب ولغاية شبرا كل ده كان بيبقى مقفول تماما يوميا، كان في ساعات بتضيع في زحمة الطريق في الأيام العادية. نتخيل يا عبد الصمد أيام المناسبات الأعياد كان بيبقى الطريق عامل إزاي. الكلام ده طبعا كله انتهى تماما لما اتعمل طريق شبرا بنها الحر، الطريق بقى أمان، بيختصر الوقت وبيختصر المجهود وتنفذ على أعلى مستوى. طريق يعني مجرد مثال نقدر نقوله، في طرق تانية مهمة زي مثلا طريق الصعيد الصحراوي الغربي، ده كان مثلا المسافة من القاهرة لغاية المنيا كان فيها مشكلة كبيرة جدا. طريق الصعيد البحر الأحمر ده بطول 180 كيلومتر، التكلفة كانت 1 مليار جنيه. احنا شفنا كمان طرق تانية تم إنشائها، طريق القوس الشمالي اللي مسك الطريق من أول طريق الدائري الإقليمي بطول حوالي 90 كيلومتر ولغاية طريق الجلالة وطريق النفق شرم الشيخ، كل دي طرق ومحاور رئيسية سهلت الناس إنها تعرف تتحرك وتتنقل بشكل سريع وآمن في نفس الوقت. وخد بالك قوي من كلمة آمن، لأن حتى الناس كانت مش بتبقى لما الطريق صحيح. بيفتح كانت الطرق مش مظبوطة فكان بيحصل حوادث، لا وكان حوادث كتيرة جدا موجودة. النهاردة احنا قدرنا ان احنا نقلل نسبة الحوادث دي بشكل يكون مش موجود، يعني اللهم بس احفظ الجميع. فعلا ما كانش يعني ده بيحصل في السنوات اللي قبل كده، بنتكلم 9 سنوات حقيقية من الإنجاز. بقى عندك بدل الطريق في 2 و3 و4، لو بنتكلم على كوبري اكتوبر، وكوبري اكتوبر عارفين اهميته الكبيره جدا، بقى اصبح عندنا محور تحيا مصر اللي هو كمان اصبح اللي هو اكبر كوبري معلق موجود في موسوعه جينيس. قدرتي اللي انت في خلال وقت قصير تتحدي التحدي نفسه اللي كان بيقرق المصريين في فكره الزحمه والتكدسات المروريه، لا اعملي طرق بديله. الدائري اصبح عندك الدائري الاوسطي اللي انت قلتي عليه، في شرايين كتيره جدا قدرتي اللي انت تمديها في وقت كمان قياسي، لان ده في زمن الدول بيبقى وقت قياسي. لكن دايما بيطلع المشككين يقول لك يا عم شبكه الطرق دي احنا هنعمل بيها ايه؟ ايه لازمتها الطرق وايه لازمتها الكباري دي كلها؟ لا ليها لازمه، وليها لازمه كبيره قوي، لان في الوقت اللي النهارده في مشكله كبيره
بتؤرق العالم كله هي أزمة الغذاء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، هي كانت الدولة المصرية حقيقة عندها بعد نظر، قدرت اللي هي مثلا تعمل طريق زي محور الضبعة. محور الضبعة ده نهايته خلاص موجود ايه؟ موجود مشروع مستقبل مصر اللي بيأمن الأمن الغذائي المصري، بنتكلم في تقريبا 2 مليون فدان من الزراعات المختلفة والمتنوعة، وبنتكلم على توشكا وغيرها. كل المشروعات الكبيرة العملاقة دي ما كانتش هتكون موجودة إلا لو كان في شبكة طرق حقيقية تخلي مستثمرين يروحوا يستثمروا هناك، وتخلي الدولة نفسها عندها قدرة اللي هي تقدر تيجي وتروح تعمل مشروع كبير عملاق زي ده عشان يبقى فيه سهولة لنقل البضائع من وإلى. كمان المشروع القومي للطرق قدر اللي هو يدعم فكرة إنشاء المدن العمرانية الجديدة وتكون جاذبة لفرص العمل والسكن والإقامة، وكمان قدرة على استيعاب الزيادة السكانية، لأن بدون المحاور دي ما كانش هيكون في أكتر من 24 مدينة جديدة في مصر، سواء في محافظات الوجه البحري أو الوجه الإبلي كمان. فكل ده أي تنمية حقيقية، لو أنت عاوزة تعملي دولة اعملي طريق الأول، عاوزة تعملي حياة وسكان لازم يكون في طريق عشان الناس تقدر تروح المناطق دي. الاستثمار، احنا قعدنا سنين نقول عندنا ضعف في الاستثمار الخارجي، المستثمرين مش بيجوا، المستثمرين المحليين موجودين في مكان واحد مش بيتحركوا لان ما كانش في طرق موهده، هيوصل بضاعته ازاي وهيوصل العاملين للاماكن ازاي. الطرق نقدر نقول هي واحد من اهم شرايين التنميه المستدامه في اي دوله، عنصر جذب رئيسي للاستثمارات. اي استثمار جديد بيكون محتاج لبنيه تحتيه، بيكون محتاج لشبكه طرق بتسهل حركه التجارة وبتسهل كمان حركة النقل. عشان كده نقدر نقول المشروع القومي للطرق أحد أهم الإنجازات اللي اتعملت في السنين الأخيرة. إن شاء الله الفترة الجاية نتكلم أكتر عن التفاصيل، والنهاردة هيكون موجود في حلقتنا تفاصيل عن المشروع القومي للطرق. بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.